حاولوا وقت الاخر فرصه تنتهي الجائزه 4-5 وبعدين لك وبعدين بابو صح بعد غياب شهرين عن الدوري الممتاز الدرجة الأولى تمت متابعة الدوري وكان لقاء بين نادي الجيني ونادي كلي والحمد لله كانت مباراة قوية من الطرفين والطرفين بذل مجهود رائع وكان الفوز من نصيب فريقنا والحمد لله رب العالمين ونسأل الله التوفيق في كل المباريات القادمة ونتمنى التوفيق لنادي كلي وباقي الأندية في الدوري الممتاز.